طلبات حنان الإبراهيمي أنها تدخل لعالم يوتيوب، شنو المحتوى اللي تقدر تقدم؟ إلا قررت ندخل لعالم يوتيوب ما ممكن ندير، إلا بغيت ندير الطبخ نقدر ندير الطبخ، لأنني ربحت ماستر شيف وعندي وين باز ونقدر، ولكن ماشي يمكن ماشي بالطريقه اللي كنشوفوا بها يعني القنوات ديال الطبخ التقليديه. وحتى الا قدمت مثلا شي اطباق، لان بعض المرات كنبارطاجي دي بلا كنطيبهم سورتو من مورا فاش درت ماستر شيف، والناس كيبقاو بزاف يصيفطوا لي دير لنا اون شان، حتى الا درت دي بلا غيكونوا دي بلا مودرن مع افيك اون توش ديال غاسترونوميك، ماشي ماشي كلاسيك. واش زعما ما نقدرش نشوفوا انه كتشاركي حياتك اليوميه مثلا في الميريكان مع ولادك مع راجلك؟ ماشي بزاف، زعما قلتي نقدر ندير قناه يوتيوب فيها يعني بحال روتيني اليومي، ماشي روتيني مع حياتي اليوميه، لا ما نبغيش، لان كاين شي تفاصيل في حياتي اللي باغي نخليها ديالي خاصه، انا يعني الناس كيعرفوا عليا بزاف ديال التفاصيل، كيعرفوا عليا بزاف ديال يعني الحياه الخاصه ديالي، مزوجه عندي جوج بنيتات كنعيش في امريكا فين كنعيش بزاف، ولكن با بوكو ديتاي شنو كندير كل نهار ملي تنفيق حتى كنعس، لا امبوسيبل. واش كتقدري توافقي بين العمل ديالك وبين دورك كزوجه وكأم؟ هو المشكل اللي عندي انا ولا العائق اللي عندي هو عائق المسافه، وخصوصا مع الظروف الحاليه وشنو وقع هاد العامين الاخرى كورونا، يعني الطيارات ما كيكونوش، لي زيغوبور كيسدو، هادي هي المشاكل اللي هو العائق علاش كيخليني ما كنقدرش نكون متواجده بزاف مثلا في الساحه الفنيه، كنعطي وقتي اكثر لولادي، ولكن انا بالنسبه لي العمل هو اللي كيخلق لي التوازن في حياتي، ما نقدرش نكون فقط ربة بيت اولا، ما نقدرش، ضروري خصني نهرس شويه بانني نخدم. قلتي انه اذا قررتي ديري قناه ديريها ديال الطبخ، واش ما خفتيش انه القول راه ما كاينش احسن من حنان الابراهيمي في التمثيل في هذه البلاد هذه؟ بزاف حيت عزيز عليه. قلت لك قلتي انه اذا قررتي انه تدخلي لعالم اليوتيوب فاكيد غديري الطبخ، واش ما خفتيش انه يتهمك بانك كتقلدي هدى صدقي؟ لا انا ما درت شي قناه، ولا الا بغيت ندير مثلا انا هيك كنقول نقدر ندير الطبخ، علاش؟ لانني هوايه ديالي عز عليا الطبخ، ثانيا ربحت ماستر شيف، يعني ماشي غير جيت من يعني ماستر شيف واحد البرنامج اللي معروف، وربحت يعني واحد مجموعه ديال الفنانين اللي كانوا حتى هما طباخين وداك الشيء، كان يعني عندي بتيت باز، ولكن غندير قلت لك غادي يكون سي تخو ديفيرون على هدى صدقي، على هذا، وتبارك الله على هدى صدقي نجحات، الله يسهل عليها، زعما ناجحه في هذا الدومين. لا ما كنظنش انا غادي يكون اصلا تقليد، وما كنظنش انا غتكون هذه المقارنه. كلمه اخيره للجمهور ديالي، كنقول لكم رمضان مبارك كريم، شكرا على المسانده وشكرا على المتابعه وعلى الميساج اللي دائما كيوصلوني، مع انني كنغيب شويه على الساحه الفنيه، الجمهور ما عمرو ما الحمد لله نساني، دائما كيسولوا عليا وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن، شكرا لكم.